إنسان كيعمل وكيشاهد وكيبقى كما يعلم الله بطبيعة الحال. فأي إنسان كيبغي المادة بطبيعة الحال وكيبغي الربح ضروري. لأن دار واحد مجهود لكل عامل أجرة بطبيعة الحال. ولكن كنقولوا دائما البدري كنحاول أن دائما ما عملش عمل ولا حسريه ما كنفكر في المادية كنخليها آخر حاجة. تنوع جميل تبارك الله كنشوفوه. هدرتي قبيله على المدارس الفنية، فشنو هي المدرسة اللي ربما أقرب لك سينور الدين؟ وهي المدرسة الأولى اللي كانت مدرسة كلاسيكية اللي هي المدرسة اللي قرأ فيها ابتدائي من الأولى إلى قريبة الضغط. وأنا طلب عربي قلت محمد الزهر هذا الحي هذوما رواد، هذوما الرواد اللي حاولنا نبازيو عليهم، ومنهم حاولت ناخذ ديني واحد الاتجاه اللي هو طلبي في الأول. ولكن بعد طبيعة الحال التنوع اللي كان في الأغنية المغربية أو العالمية أون جينيرال الإنسان كيحاول يطور من نفسه وكيحاول يدمج ما هو تقليدي كلاسيكي مع ما هو جديد. دائما كيعطي حاجة زوينة بطبيعة الحال. وشنو اللي خلاك أنك كتختار باش تمزج دائما المغربي مع الخليجي؟ واش محيت هذيك هي الموجه، هذيك هي الحاجه اللي كتربح وكتوصل اغنيه للخليج والعالم العربي كامل، ولا بحكم انك كنت عايش واحد الفتره طويله في الخليج؟ نو هذه من جهه بطبيعه الحال، فانا كان عندي ميول كثير للاغاني الخليجيه وحتى اغاني التركيه، وغير هو بحكم اني كنسافر بزاف فكنقول علاش الاغنيه المغربيه ما نحاولش ندمجها بهاد انواع من التراث، وفي نفس الوقت نعرف بالاغنيه المغربيه وهذيك رساله. فحتى انا مثلا كنمشي للخليج كنلاحظ ان اغاني ديالهم خليجيه لا من ناحيه الكلام ولا من ناحيه حتى الايقاع ديالها قريبه بزاف للتراث المغربي. فقلت لي مالا هما كيبغيو الفن المغربي وحتى هما الفن ديالهم حتى هو يعني فني محترم، فلماذا ما نحاولش نعمل مزج أغاني جديدة بستايل جديد؟ والحمد لله لقات واحد استحسان كبير من طرف الجمهور. بدري اليوم إلا بغينا نصنفوك، فاش من خانة كتصنف راسك؟ فاش من ستيل تقدر تحط راسك، أولا كتبغي تخلي راسك بوليفالو يعني كتغني جميع الأنماط الغنائية؟ لا وأنا طبعا أنا حاليا ستيل اللي واخده هو أنا أغنية شبابية، غير أغنية شبابية اللي هي متنوعة الوجهات. مرة كنسمعوها مثلا شبابية تراثية مغربية أصيلة، مرة كنسمعو تراث مغربي ممزوج بواحد التراث مثلا سواء مثلا خليجي او شرقي او تركي.